مرحبا فيكم احسن ناس تقدر تاخدوهم بريمير ليج. وهذا بس بريمير ليج ولا ايش تاني؟ ويلا نروح. اول واحد قلة هو مع 94 بيس و90 شوتينج و104 باسينج و100 اجلتي، وهو هذا ستارتر بلايرز. وهو انا بس راح اسوي بلايرز اقل من 400 ألف نقاط. فهذا 89 الحقيقي، بس انا بس طورته مرة. تطوروا سكيل بوست تبعته لونج باسنج. ويلا خلينا نروح تاني واحد راح اسميه ليفربول. ليفربول هو فاليو تبعته 200 ألف، وهو 104 بيس، هو رايت باك. 104 بيس للرايت باك هي منيح، و 94 اجيليتي، 82 ديفندينج، و 95 باسنج. هو اكيد بريمير ليج، وهو 200 ألف انا حكيت. وسكيل بوست تبعته رياكشن. خلينا نروح لثالث واحد راح يكون سون. هو اخر مرة انا شفته كان 332 ألف، بس صار اكتر، صار 373 ألف، وهو مع 96 بيس. انا خليتها اكتر، بس هي مش المفروض يكون مع 96 بيس. انا ما بعرف، 96 بيس، 91 شوتينج، 92 اجيلتي. انا بس غيرته وما مع هيك، عشان انا بس صوت له ترين وصوت له سكيل بوست شوي، وهو كاونتر اتاك سكيل بوست. لا بس كاونتر سكيل بوست تبعته هو اي كاونتر. ف وقع تلفوني. سكيل بوست تبعته كاونتر. خلينا نروح عند رابع واحد رامز ديل. ممكن انتو بتعرفوا هو الجول كيبر تبع ارسنال. انا مخلي هذا الجول كيبر احسن، خليته 100 جول كيبر دايفينج. هو منيح مثل 96 جول كيبر دايفينج. انا نسيت مثل 99 جول كيبر دايفينج. انا ما بعرف كم جول كيبر دايفينج هو، بس جول كيبر دايفينج انا خليته 100، بوزيشنينج 103، هاندلينج 109، وريفلكسز 110، وكيكينج هي 94. ومنيح، مش لان بدك فيزيكال لا جول كيبر. وهو ارسنال جول كيبر زي ما انا حكيت لكم. هو 200 ألف فيفا بوينتس و فيفا كوينز. سكيل بوست تبعته هاندلينج. وخلينا نروح عند خامس واحد واخر واحد هو بوجبا. هو بس كتير منيح بالباسنج، هو مش كتير منيح، بس يعني منيح لما تلعب معاه الجيم. هو بس معاه كتير اشياء، هو انا بحبه عشان من حركاته الحلوات اللي هو بصوي بالجيم. وهو 224 ألف. هو سكيل بوست تبعته فيجن و بس خلاص هيك. وهاي اخر واحدة، فمع السلامة.